السلام عليكم. في حلقة اليوم راح أقوم بمقارنة مواصفات كل من تويوتا تندرا وجي ام سي سييرا. تابعوا المقطع للنهاية لنتعرف على المواصفات الفنية والمواصفات الداخلية والخارجية للسيارتين، وكل واحد يكتب رأيه في التعليقات فيما يخص السيارتين. ثواني من فضلك قبل البدء، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة على الانستجرام على multi_auto ليصلك الجديد. في البدء أحب أن أوضح أنه عند عمل مقارنة أقوم بمقارنة المواصفات حسب المعلومات الواردة في كتالوج كل سيارة أو حسب المعلومات الواردة في موقع الشركة. هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات المقارنة بين سيارتين من حيث المواصفات. في الحلقة الأولى قمنا بمقارنة التويوتا برادو مع الهافال، الحلقة الثانية كانت مع الألنترا مع الكورولا. في هذه الحلقة سنقوم بمقارنة مواصفات تويوتا تندرا مع مواصفات الجي ام سي سييرا، وأقوم بكل حيادية وشفافية نقل كل مواصفات مع نقل بعض الآراء الشخصية تجاه كل سيارة وما هي الأمور الإيجابية فيها والأمور السلبية، وأتمنى وضع التعليقات على هذا الأساس، وكل شخص يعكس تفكيره ونظرته في طريقة تقييم السيارة وليس تعصب، ولا يكون هناك أي تحيز لشركة معينة. طبعاً في كل مقارنة أو في كل تقييم أو عرض مواصفات سيكون التقييم حسب أعلى فئة. في البداية راح نتكلم عن جي ام سي سييرا، وهي شاحنة عرفت بمحركها ذو الثمان اسطوانات، والتي كانت منذ أجيال عدة تتجدد بتصميمات تجذب الأنظار إليها وإلى صوت اللحن الذي يصدر محركها المميز بصوت البساتين حين يبدأ في العمل. كما نرى أيضا أنها في السابق كانت تتربع على عرش سيارات ذوات المحركات القوية التي تأتي بثمان اسطوانات، الأمر الذي قد تغير في زمننا هذا، حيث أن هناك الكثير من الشركات قد خاضت في سباق التنافس على إنتاج سيارات تملك ثمان اسطوانات وتكون شاحنة متعددة الاستعمالات، والتي تتميز أيضا بكبر حجمها والمساحة الداخلية. ولكن هل لا زالت تتمركز سييرا في مكانها ولم تتزحزح رغم التنافس الشرس؟ لنرى ونتابع الفيديو إلى النهاية. كبداية سنتكلم عن محرك جي ام سي سييرا فئة الدنالي. المحرك هو فئة دنالي، ولأنها تحتوي على عدة محركات، ولكننا سنختار محرك الدنالي الذي يأتي بسعة 6.2 لتر وعدد اسطوانات 8 اسطوانات على شكل حرف V، وعزم دوران 628 نيوتن متر، والذي يأتي بقوة قصوى تصل إلى 420 حصان، والتسارع يكون من 0 إلى 100 في 5.5 أجزاء من الثانية. ثانيا، ناقل الحركة في سييرا دينالي هو ناقل حركة آلي بعشر سرعات مدعم بنظام التحكم الديناميكي في استهلاك الوقود، والذي يوفر إمكانية العمل ضمن 17 نمطا بين اسطوانتين وثمان اسطوانات، ويساعد في اقتصاد الوقود. وجه المقارنة الآخر وهو تويوتا تندرا فئة البلاتينيوم، تميزت بحضورها القوي عندما أسدل الستار عنها في العام 1999، ومن ثم بعد إصدار الجيل الثاني في العام 2007 كتحديث للإصدار الأول، ومما لا يدعو للشك فقد استطاعت تويوتا بشاحنتها
تويوتا تندرا أن تتوغل في السوق الأمريكي، رغم أن المنافسة القوية من أمثال فورد F-150 وشيفرولي سيلفرادو وجي إم سي سييرا وحتى من شقيقتها نيسان تايتان، إلا أنها تمكنت من حفر اسمها في هذا المجال، وقد تغير شكلها الخارجي عدة مرات حتى آخر تغيير في 2014، وأما ما تلاه من تحديث فكانت لأشياء داخلية فقط. وبالنسبة للمحرك تويوتا تندرا فئة البلاتينيوم، فهم في جميع إصداراتها التندرا من SR5 حتى البلاتينيوم كلها بنفس المحرك، ولكن الاختلاف يكون في التجهيزات الداخلية فقط. المحرك هو بسعة 5.7 لتر، وعدد الاسطوانات فيه 8 اسطوانات، وعزم الدوران فيه 545 نيوتن متر، وقوة القصوى الأحصنة هي 381 حصان. أما التسارع من 0 إلى 100 في 6 ثواني. أما في ما يخص ناقل الحركة في تويوتا تندرا، فهو ناقل حركة آلي تيبترونيك بست سرعات، يوفر أداء متناغم مع مقدار دعسة الوقود وأثناء الكبح أيضا، وهو ناقل حركة لا زال يستخدم منذ العام 2008 إلى يومنا هذا دون تغيير. وبالنسبة للأسعار، فسعر الجي ام سي سييرا الدينالي أعلى فئة، فسعره يكون 257 ألف درهم إماراتي، أما بالنسبة لسعر تويوتا تندرا فهو البلاتينيوم 230 ألف درهم إماراتي. هذه لمحة مختصرة عن جميع المقارنة التي تمت في هذا المقطع، والرجاء استخدامها كمرجع للمقارنة، ولا تنسون من لايك وشير وسبسكرايب، مشاركتي في التعليقات ماذا تريدون المشاهدة في الحلقة القادمة. إلى اللقاء في موعد قريب.